أسعد الله أوقاتكم مع حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. نخصص هذه الحلقة لمساهمات الجنرال الصفراوي في حرب الجولان. من يكون هذا الرجل؟ وما هي إسهاماته؟ وكيف تحول إلى سفير في بروكسل؟ بعد انقلاب 1971 و 1972، وبالضبط منذ عام 1973، تغيرت النظرة كثيرا إلى الجيش المغربي، وربما إلى التحدي الكبير الذي واجهه الحسن الثاني باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة. وأن التأكيد على ما حدث في الانقلابين كان يروم إلى تغيير الأوضاع. هذا هو الدرس الذي فهمه الحسن الثاني، لذلك كان عليه ضبط الأوراق من جديد. فقد كان العميد حسين جميل الذي لا يذكر ذكره إلا في رصد وقائع وصراعات عنيفة، يشتغل منصب مسؤول كبير في جهاز المخابرات الكاب واحد إلى جانب مدنيين آخرين، لكن نفوذ الدليمي كان أكبر من أن يتم حصره بهذه الطريقة. لذلك سيجري التفريق بين مهام ومسؤوليات الجهازين الكاب واحد والكاب جوج منذ 1973 بخلق المخابرات المغربية. وإن كان ثابت أن وقوع الدليمي تحت هيمنة أفقير قبل افتراق طريقيهما منذ عام 1965، ظل يوازيه وقوع دريس البصري بدوره تحت نفوذ الدليمي الذي ساعد أكثر من غيره على وضع قدميه على سلم الصعود إلى أعلى. وإن كان هذا الأخير يعني دريس البصري يستفيد من شغالات الجنرال دليمي بملفات وقضايا أخرى. في هذا الوقت كان الجنرال الصفراوي مختلفا عن باقي الجنرالات، كان كتوما وصامتا، ولم تكن تصريحاته إلا قليلة خلال أشواط حرب أكتوبر 1973، وتزيد على الأحاديث المسموح بها في ظل احترام مقتضيات حفظ الأسرار العسكرية، غير أنه سينتهي دبلوماسيا في سفارة المغرب في بروكسل، تماما كما تم اختيار الجنرال دريس بن عمر ليكون وزيرا للبريد منذ عام 1970، ولم يغادر منصبه إلا في أبريل 1974. لكنه أيضا كان على خلاف مع جنرال آخر شغل منصب الوزارة ذاتها، ولم يكن غير الجنرال المذبوح الذي أردي قتيلا من طرف الانقلابيين في انقلاب الصخيرات في 10 من يوليو 1971. في مقابل ذلك لم تكن العلاقات مع سوريا بنفس الانسجام كما هي مع مصر، فدمشق بدورها كانت تأوي فصائل من المعارضة المغربية للحسن الثاني، وتلقت بعض أطرها تدريب في معسكرات سوريا، لكن ذلك لم يحل دون استمرار الحوار بين الرئيس السوري حافظ الأسد والحسن الثاني. ونقل عن الرئيس السوري قوله بعد مرور حوالي 10 سنوات على إرسال القوات المغربية إلى الجولان، أدرك أهمية المغرب في تعزيز العلاقات بين مشرق ومغرب المغرب العالم العربي. منذ تلك اللحظة فيما سيرد الحسن الثاني بأنه حضر على الجنرال الصفراوي الذي قاد قوات المغرب في معركة أكتوبر الاتصال به في أي لحظة، فقد صدرت أوامر بوضع الجيش المغربي تحت إمرة القيادة السورية، غير أنه لم يحل دون اختيار المقاتلين المغاربة المواقع وحرية التصرف التي أضفى عليها الجنرال الصفراوي بعدا مهنيا رفيعا، ودفع الجيش المغربي لتحقيق مجموعة من الإنجازات، كما سقط العديد من الشهداء في ساحة المعركة عند ضواحي مدينة القنيطرة السورية على مشارف الجولان. وحرص الحسن الثاني بعد مرور عقدين على تلك المعارك الطاحنة
على أن يزور مقبرة الشهداء في ضواحي دمشق للترحم على الضباط والجنود المغاربة اعترافا بوفائهم وتفانيهم. من الشرق الأوسط إلى الصحراء ستتغير الصورة التي علقت بأطراف داخل القوات المغربية وبحالة الانقلابات. وحين كان الملك الحسن الثاني يفاوض المسؤولين الإسبان لتنهيهم عن اتخاذ قرار منح الصقلية الحمراء ووادي الذهب حكما ذاتيا يربطهما بإسبانيا، كانت هناك استعدادات أخرى يشارك فيها عسكريون ومدنيون وخبراء همت الضغط على إسبانيا في آخر مواجهة ستقود إلى انسحاب الإدارة والجيش الإسبانيين من الإقليم بعد المسيرة الخضراء عام 1975. كان الإسبان يفاوضون المغرب، لكنهم في الوقت ذاته كانوا قد شرعوا في إجراء اتصالات مع الجزائر التي سينقلب موقفها أكثر من 180 درجة معاكسة للمغرب. وروي أن الحسن الثاني حين كان يتحدث إلى وزير الخارجية حكومة مدريد آنذاك لويس برافو الذي كان يقدم الوعود المعسولة للمغرب، كانت مفاوضات سرية تجري مع الجزائر يعتقد أنها انطلقت منذ عام 1973 تاريخ تأسيس جبهة البوليزاريو بمبادرة إسبانية جزائرية مشتركة. وبالرغم من أن المغرب سيحاول بعد ذلك استمالة الجزائر إلى موقف أقله التزام الحياد في الصراع الدائر بين المغرب وإسبانيا، فإن جهوده قوبلت بالتنكر. وحدث في عام 1974 أن أعلن الرئيس الجزائري هواري بومدين أمام قمة الرباط العربية أن بين المغرب والجزائر ما فيش مشكل بتعبيره، وأن لا مطالب للجزائر في الصحراء، لكن بمجرد انفراط القمة صدرت عنه بوادر معاكسة لا تزال فصولها لم تنتهي إلى اليوم. ويؤرخ مراقبون لتصعيد التوتر في المواقف اللي اعتادت القمة الثلاثية التي كانت قد جمعت الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين والموريتاني المختار ولد دادا في أكادير عام 1974، فقد أقرت نوعا من القطيعة التي سيظهر مفعولها في التطورات اللاحقة ولا تزال تبعاتها إلى اليوم. كانت هذه حلقة قصيرة عن إسهامات الجيش المغربي في حرب الجولان لسنة 1973. كل المنى كل الشكر للأصدقاء والصديقات على المتابعة وعلى روح المتابعة والتفاعل. لا تبخلوا علينا بدعم هذا المحتوى وبدعم القناة، وإلى لقاء متجدد بحول الله. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.